الممكن أنه أصلي صلاة المطلوبة قبل الواجبة بدخول الوقت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني داخل الوقت. نعم، الآن المطلوب من عنده حينما يدخل الوقت هو الصلاة لوقتها، هذه الصلاة هي المطلوبة من عنده، أما القضاء يستطيع أن يوقعه في أي وقت يشاء. بلي. تمام لولا؟ فلا يجوز، نعم كلاهما واجب، لكن لا يجوز تقديم القضاء على الأداء في وقت الأداء. في وقت الأداء هذا هو الواجب اللي ينبغي له الخروج عن عهدة التكليف بامتثاله. لازم يكون يمتثل هذا، هذه الصلاة، مو الصلاة اللي قضاء عما في ذمته. أحسنت.